من المدربين في نادي الزمالك اللي لو كان موجود ما كانش استحاله حسني فتحي يترك نادي الزمالك؟ كابتن مؤمن سليمان وده مصري، وكابتن محمد حلمي، واجنبي مستر ناسيو. ناسيو ناسيو كنت ممكن اقلش واقول لي انت كويس. كانت علاقتك بيه ايه؟ كان في كيمياء كده بينكم قوي يعني، ده كان بيعملني نفسيا كويس جدا. اول ما مسك لعبت معاه ماتشين كسرت الدنيا. قال لي انت بتروح المنتخب ولا لا؟ قلت له لا. قال لي انا هوديك المنتخب. قال لي انا لو مكمل في نادي الزمالك انت مش الموسم ده مش هيخلص الا وانت في منتخب مصر. فده كان صاحب فضل كبير عليا جدا في نادي الزمالك. كان واقف في ظهري في كل حاجه. في ماتش عملته كنت مش كويس فيه، فاعتذرت له بعد الماتش. قال لي لا مفيش حاجه خالص، ده طبيعي، انت لعيب كوره النهارده كويس بكره مش كويس، ده طبيعي جدا، كمل زي ما انت، انا مقتنع بامكانياتك، وزي ما قلت لك انا هوديك منتخب مصر، بص للحته دي بس ما تبصش لحاجه تانية. هل بالفعل من الممكن ان مدرب يصنع لاعب؟ طبعا طبعا. حصلت معانا برضو في المقصه، كابتن ايهاب جلال هيئ مناخ المقصه، مهيئ له مناخ كويس جدا يشتغل فيه. حصل معانا كتير جدا، كابتن ايهاب جلال وهو موجود في المقصه شوف كام لعيب راح له زمالك، كام لعيب قدر يكسر الدنيا. طبعا كام لعيب. شوف احمد الشيخ، احمد الشيخ حاجه، كان هداف في الاهلي حاجه، ولما رجع المقصه حاجه ثانيه خالص في السنه دي، كسر الدنيا معاه نفسيا. بقى الكابتن ايهاب بيعامله بشكل غير عادي، مهيئه. احمد الشيخ بقى احمد الشيخ تاني خالص، رجع الاهلي تاني وهو برضه. لكن فالمدرب بيفرق طبعا جدا جدا. علاقتك ايه بطارق حامد؟ قويه جدا لحد النهارده. حصل ولكن طبعا كان في مشاده كبيره جدا في ماتش الزمالك والمقصه الاخير. دي برضه الناس حرفتها. احكيها لي. اللي حصل الماتش ده، طبعا انا كابتن الفرقه في المقصه، وهو كان كابتن شيكابالا اتعور في الماتش ده وطلع، بقى هو كابتن الفرقه، فانا كابتن الفرقه وهو كابتن الفرقه. فانت بتخاف على ناديك، انا بخاف على ناديك، وخصوصا ان انا متربي في المقص. الامور حساسه شويه عشان لعبت في الزمالك، فانت ممكن تعمل ماتش كبير ولا حاجه، الجمهور يقول لك انت بتعمل كده بتكسر الدنيا قدامنا بعد ما تمشي ومش عارف ايه. فما كنتش ببص للكلام ده، لان كل واحد بيبص لشغله ومصلحته طبعا، وللتيشيرت اللي هو لابسه ولازم يحترمه. في الماتش ده اخر كره في المباراه كان فاول لينا من ناحيه الشمال، فانا اللي رايح العب الفاول، فطارق حامد خلى الحكم لف في وشه وراح شايط الكره ايه بره. بقى دقيقتين خلاص الماتش خلص والزمالك كسبان 1-0. بقول له طارق ليه كده يا طارق؟ يعني ليه يا حبيبي؟ خلاص الماتش خلص، ده اخر كره هنلعبها وهيصفر. يعني الحكم اصلا كان بيقول لي يا رب ما تتلعب الكره دي وهنصفر، عايز يخلص بقى. لان الماتش كان فيه شكوك كتيره، كان لنا ضربتين جزاء ما اتحسبوش في الماتش ده يعني. راح شات الكره بعيد، قال لي امشي يلا ومش عارف ايه وبتاع، وقعد شويه. انت عارف طارق طبعا عصبي جدا في الملعب يعني. بره الملعب حاجه تانية خالص. هو جميل بس جداً. هو في الملعب بيبقى في الملعب هو عصبي وبيحب نادي الزمالك وبيخاف على تيشيرت نادي الزمالك، ودي حاجه من اللعيبه الرجاله قوي كمان جدا، ودي حاجه انا بحبها فيه بصراحه. وانا كنت بتعلم منه حاجات كتير وانا موجود في النادي. شتمني كده وقلت له ماشي يا طارق، بعد الماتش حلها ربنا. حطيت الكره ولعبت الفاول والماتش خلص. طبعا قلت للحكم ان انا بصراحه يعني قلت للحكم ان انا اتشتمت وبوالدتي والكلام ده كله، وانا انا مش هتكلم، انت هات لي حقي. هو اتطرد في الماتش ده حتى. اتطرد بعد المباراه. اتطرد بعد المباراه. بعد المباراه اتطرد عشان هو برده ايه بقى الحماس خده، برده كسبان وخلاص خلص الماتش، راح طالع يجري عليا برده. فانا طبعا يعني ما وصلناش ان احنا نمسك في بعض وكده. اتطردتوا سوا ولا انت خدت انذار؟ لا انا خدت انذار كده، خدت انذار عشان شكل الشكل المنظر العام يعني. لكن انا ما استاهلش حاجه خالص في الوقت ده، هو عارف. واكبر دليل انه بعد الماتش على طول الساعه 10 بالليل ولا حاجه وصلت الاوتيل، عشان احنا كنا داخلين معسكر متواصل. كلمني بالليل قال لي ما تزعلش مني، انت عارف دي نرفزت ملعب وبتاع. وانا ما مزعلش منه خالص يعني، هو حبيبي جدا وكان قريب مني جدا في نادي الزمالك، وانا بكلمه لحد النهارده. اكلمك طارق بعد المباراه. بعد